ما يجب معرفته عن غسل المحرك؟ يعتبر غسل المحرك بالماء وبشكل مباشر من الأشياء الكمالية، ولا يزيد من كفاءته وقوته. قد يؤدي إلى أضرار كبيرة إذا تم غسل المحرك وهو ساخن بالماء البارد، إذ يتسبب في تلف الأجزاء المعدنية. معظم السيارات الحديثة مزودة بمواد عازلة تمنع الماء من الوصول إلى الأجزاء المختلفة، إلا أن هذه المواد تخسر فعاليتها مع مرور الوقت. من الأفضل غسل المحرك لدى متخصص يعتمد على منتجات مخصصة لذلك. سلامتكم أولويتنا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد.